فتية آمنوا بربهم وازدادوا عشقا بالحسين، فحبهم وولاءهم جعلهم يأتون من كل فج لهيف نحو بغداد لساحة الخلاني لإحياء أهم شعيرة وفعالية، وهي التجمع الحسيني السنوي بذكرى شهادة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. جينا نحن شباب من مدينة الديوانية تحديدا من قضاء الحمزة الشرقي معزين إلى القضية الحسينية، وجئنا نبايع ونجدد البيع للإمام الحسين. نحن شباب البصرة منطقة الحيانية حي الحسين، أتينا إلى ساحة الخلاني لنجدد العهد والمبايعة لسيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام الذي خرج ضد الظلم والظالمين. جئنا اليوم من محافظة المثنى، محافظة ثورة العشرين، لكي نواسي الإمام الحسين وسيدتي ومولاتي الزهراء عليها السلام. كسبوا من شباب الطف الخالد العقيدة والثبات على طريق الحق، فها هم بكل صلابة وقوة يهتفون بنداء الولاء والفداء. احنا اليوم جينا لنصرة الشباب الحسينيين، وجينا لنصرة علي الأكبر والإمام القاسم، وجينا لنصرة هذه الأمة الحسينية. جئنا اليوم لنبي لنا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا الفضل العباس. جئنا اليوم من محافظة الديوانية قضاء الحمزة الشرقي لنصرة الدين والمذهب، وعلى رأسهم آية الله العظمى سيد علي السيستاني وبقية المراجع والعظام. شباب متجمهرين هنا لنصرة أبي عبد الله وإحياء مراسيم عاشوراء. علاقة الشباب مع الحسين عليه السلام علاقة أزلية، وما هذا التجمع إلا دليل قاطع على أن القضية الحسينية ألهمت تلك الحشود كي يقفوا بموقف صدق وثبات على المنهج القويم. بخطى ثابتة وقلوب صادقة بقضية الإمام الحسين، جاء هؤلاء الشباب كي يثبت ولاءهم وانتماءهم لسيد الشهداء. مساحة الخلاني في بغداد، معتز الحبيب، الفرات.